مرحبا بعملاء بورسلاين الأعزاء. اليوم سوف نتعرف معا على طريقة إنشاء استبيان لقياس رضا العملاء مستخدمين أبرز أدوات بورسلاين ومزاياها الرائعة. سنقدم لكم شرحا لمختلف الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما ترغبون بإنشاء استبيان لقياس رضا عملائكم. عادة يخدم استبيان رضا العملاء المؤسسات والشركات التي تقدم خدمة أو منتجاً ما، وخدمات ما بعد البيع ومواقع الشراء عبر الإنترنت والمطاعم على مختلف أنواعها والفنادق وشركات الخدمات المختلفة. أما بالنسبة للجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار فهي: أولاً، تحديد أهداف الاستبيان. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي تريد معرفته من عملائك؟ هل تريد أن تسألهم عن جودة المنتج؟ أو عن سرعة الاستجابة؟ أو عن تجربة المستخدم؟ أو عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة؟ فكل ما عليك بداية أن تحدد أهدافك القابلة للقياس لكي تستطيع من خلالها توجيه استبيانك بالشكل الأمثل. ثانياً، تحديد الفئة المستهدفة. هنا يتوجب عليك أن تحدد من هم العملاء الذين تريد مخاطبتهم. هل هم مجموعة الأشخاص المستفيدين من خدمة محددة؟ أم فئة معينة من الأشخاص ترغب باستهدافهم؟ أو أن استبيانك هو استبيان عام وموجه لمختلف فئات المستفيدين لديك؟ ثالثاً، صياغة الأسئلة. عليك مراعاة عدة أمور، أولها الوضوح والبساطة والابتعاد عن الغموض. واستخدم اللغة البيضاء التي يفهمها كل جمهورك، واستخدم مختلف أنواع الأسئلة سواء كانت أسئلة الاختيار المتعدد أو مقاييس التقييم الخطية أو أسئلة الإجابات المفتوحة. ولا تنسى أن تقوم بترتيب استبيانك بشكل منطقي وتجعله مختصرا قدر الإمكان. رابعا، اختيار منصة استبيانات مناسبة. يجب أن تلائم غايتك وهدفك وتحقق ما تتطلبه من مزايا لاستبيانك. خامساً، اختبار الاستبيان. قبل إطلاق استبيانك لجمهورك يتوجب عليك إرساله إلى عينة أفراد صغيرة لتتأكد من وضوح الأسئلة وسهولة الإجابة على الاستبيان وخلوه من الأخطاء. سادساً، التحفيز على المشاركة. قد تستخدم بعض الشركات الخصومات أو بعض المكافآت من أجل تشجيع عملائها على المشاركة باستبياناتها. سابعاً، تحليل النتائج واتخاذ الإجراءات. بعد أن قمت بجمع بياناتك عليك أن تحللها لتظهر نقاط الضعف والقوة التي تعاني منها خدماتك ومنتجاتك. لذا يجب أن تشارك هذه النتائج مع فريقك لتبدأ بإيجاد إجراءات إسعافية لسد النقص الموجود في خدماتك، وثم عليك إظهار التغييرات لجمهورك ليشعر بأهمية رأيه بالنسبة لكم وما أحدثه هذا من تغيير على المنتجات والخدمات المقدمة. والآن سنتعرف على أبرز ما تقدمه بورسلاين من مزايا وأدوات لقياس رضا العملاء. في بورسلاين يتوفر عدد من النماذج الجاهزة التي تحاكي أهداف مختلفة من استبيانات رضا العملاء. نذكر منها: استبيان رضا العملاء العام، استبيان رضا العملاء في مركز الاتصال، استبيان رضا العملاء للصناعات الغذائية، واستبيان زمن الانتظار، وغيرها الكثير. وبالنسبة لتحديد الفئة المستهدفة، تتيح لك بورسلاين أشكال مختلفة لمشاركة استبياناتك، مما يضمن الوصول لفئتك المحددة بسهولة ومرونة. ففي حال رغبتك أن يكون استبيانك عاماً، يمكنك مشاركة رابط الاستبيان العام أو مشاركة روابط خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي أو استخدام كود QR أو حتى مشاركته عبر موقعكم الإلكتروني بأشكال عدة. وفضلاً عن إمكانية إنشاء رابط خاص لكل عميل باستخدام مزايا المعلومات الخفية التي سنتحدث عنها في فقرات لاحقة، وننتقل لمرحلة إنشاء أسئلة استبيان رضا العملاء. إذ عليكم وضع أسئلتكم بشكل منطقي ومتتال بحسب الترتيب الذي ترغبون به.
يمكنكم استخدام أسئلة الخيارات المتعددة أو النص بإجابة طويلة أو غيرها من الأشكال الأخرى للأسئلة المتوفرة في بورس لاين لتشكيل أسئلة الاستبيان وجمع أمثلة لآراء المجيبين واقتراحاتهم. يوصي خبراء الدعم في بورس لاين أن تشتمل مثل هذه الاستبيانات على الأسئلة التقييمية بأشكالها المختلفة، سواء العددية منها أو مقياس ليكيرت الخماسي أو غيره من المقاييس، نظراً لسهولة الإجابة عليها. وإضافة إلى ذلك، عليكم أن تسمحون لمجيبيكم أن إفصاح عن آرائهم بحرية تامة، وذلك من خلال سؤالين على الأقل يمكنهم من خلاله كتابة آرائهم باستخدام سؤال الإجابة الطويلة من بورس لاين. ننصحكم ألا تزيد أسئلتكم عن 10 أسئلة لضمان استمرار المجيبين وإتمامهم للاستبيان، وألا تقل عن 3 أسئلة لضمان الحصول على إجابات تستطيعون من خلالها اتخاذ قرارات صحيحة. وفضلا عن ربط أسئلتكم ببعضها البعض من خلال مجموعة شروط تساعدكم على إيجاد تنقل منطقي بين أسئلتكم، فعلى سبيل المثال إذا كان جواب العميل أنه غير راض عن المنتجات أو الخدمات المقدمة فيجب نقله لسؤال أسباب عدم الرضا، وكما يمكنكم إنشاء متغير باسم معيار الرضا من خلال حساب المتغيرات وإضافة النقاط له بحسب إجابات المجيب على أسئلتكم من خلال إضافة العمليات الحسابية، وبالتالي ستحددون نتيجة قياس معيار الرضا في نهاية الأمر. وثم يمكنكم تخصيص مجموعة من صفحات النهاية المناسبة بحسب نتيجة معيار الرضا لديكم، إذ تتيح بورس لاين إنشاء العدد الذي ترغبون به من صفحات النهاية وإظهارها بحسب شرط معين كبناء شرط على أساس معيار الرضا الذي تم حسابه. ولا تنسوا استخدام عبارات تشجيعية في بداية الاستبيان وأن تشكرون عملاءكم بأسلوبكم الخاص. وأما بالنسبة لمزايا إدراج المعلومات الخفية في بورس لاين فهي تتفرد بها عن غيرها من المنصات، إذ تمكنكم من استخدام معلومات مخزنة لديكم حول عملائكم ومخاطبتهم بها من خلال روابط خاصة دون الحاجة لإنشاء أكثر من نموذج استبيان واحد. فعلى سبيل المثال يمكنكم إدراج اسم العميل والمنتج على أنهما متغيرات معلومة لديكم، وتقومون بعد ذلك بتوظيفها في استبياناتكم وكأنكم تخاطبون عميلا محددا وتسألونه عن منتج محدد، ثم تقومون بإنشاء ملف إكسل يحمل في سطره الأول اسم المتغيرات التي قمتم بإدراجها، وفي باقي سطوره تدرجون معلومات عملائكم، وعند تحميل ملفكم في بورس لاين واختيار الإعدادات التي ترغبون بها ستقوم منصة بورس لاين بتوليد ملف إكسل جديد يحمل روابط مخصصة لكل عميل لديكم، وكل ما عليكم فقط أن ترسلوا هذا الرابط لعميلكم وسيظهر وكأنكم تخاطبونه باستبيان مخصص له وبحسب المنتج الذي قام بشرائه. وفي الخطوة التالية التصميم، إذ يجب عليك اختيار الخلفية المناسبة والألوان والإظهارات التي تناسب علامتك التجارية ومتطلباتها من أنواع الخطوط والشعار وألوان تناسب هذه العلامة. سننتقل لمرحلة الإعدادات اللازمة لاستبيان رضا العملاء. إن أبرز الإعدادات هو تسجيل موقع المجيب والإشعارات التي تمكن من إرسال الإجابات المسجلة لبريد إلكتروني محدد فور تسجيل الإجابة، أو إرسال رسالة شكر للمجيبين سواء عبر البريد الإلكتروني أو باستخدام الرسائل القصيرة. وكذلك الأمر في عمليات التكامل مع برامج خدمة العملاء الأخرى التي من الممكن تحقيقها من خلال برنامجي ماي وزابير. استبيانكم بات جاهزاً لمشاركته مع جمهوركم المستهدف بالطرق التي ترغبون بها، ولكن نذكر أن عليكم اختباره والتأكد من خلوه من أي مشاكل، ولا داعي للقلق، فأي تعديل تقومون بإجرائه عليه لن يغير في الإجابات المسجلة سابقاً ولا يغير في شكل مشاركة الاستبيان من الروابط التي قمتم بمشاركتها. ها هي نتائجكم باتت جاهزة، ويمكنكم بسهولة إما تصديرها بشكلها الحالي
أو إجراء عمليات تصفية وفرز لعملائكم بحسب مستوى الرضا لديهم، وفضلاً عن إعداد مجموعة من التقارير التصويرية تحتوي على مخططات بيانية بمختلف الأشكال وإضافة ملاحظاتكم اللازمة عليها وإرسالها للإدارة لاتخاذ القرارات بناء على ركائز وأرقام واقعية. ماذا تنتظرون؟ اشتركوا الآن في بورسلاين واختبروا هذه الأدوات المميزة. ولمزيد من الدعم يمكنكم التواصل مع فريق دعم العملاء عبر help@porcelain.com.